السلام عليكم، هذا عمر يحييكم. مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدمها. مرحبا بكم محبي وعشاق لعبة دراغون سيتي. في التعليقات أصدقائي سألني أحد الأصدقاء يا عمر ما هو لنقول موعد الفعالية الهيروك القادمة. هنا صديقي في هذا الفيديو سوف أجيبك عن موعد الفعالية الهيروك القادمة، وكذلك صديقي سوف أعمل على لنقول أنا أو أعرض لك تنين الهيروك الذي سوف يظهر في هذه الفعالية والموعد بالتحديد. بطبيعة الحال فعالية الهيروك هي فعالية شهرية تبدأ لنقول مرة كل شهر وتستمر لمدة 11 يوم تقريبا، يكون فيها تنين هيروك تستطيع الحصول عليه. إذا صديقي ما هو تنين الهيروك الذي سوف يظهر في هذه الفعالية وكذلك موعدها بالتحديد؟ تابع معي صديقي. إذا توجهنا صديقي إلى الموسوعة وإلى موقع اللعبة، طبعا الأصدقاء يسألوني عن موقع اللعبة والموسوعة. أصدقائي كل ما عليك فعله هو الدخول لمحرك البحث جوجل أو بينج أو أي محرك بحث، اكتب اسم اللعبة دراغون سيتي وإلى جانب منها كلمة ويكي، وسوف تجد مجموعة من الموسوعات يمكن لك الدخول عليها وتستطيع الولوج إلى هذا الموقع. إذا الموعد صديقي فعالية الهيروك بالتحديد هو 18 هذا الشهر، يعني هذا الفيديو أنت تشاهده 12 الشهر، الفعالية سوف تكون تقريبا بعد 5 أيام و6 أيام من الآن كما تشاهدون، وهذا العد التناسلي لبدء فعالية الهيروك. إذا فعالية الهيروك صديقي سوف تكون 18 هذا الشهر 2024، سوف تبدأ بطبيعة الحال في التوقيت 11 بتوقيت غرينتش أو جي ام دي، التوقيت الموحد العالمي الموحد، سوف تبدأ في 11 صباحا. هذا هو لنقل فعالية الهيروك وموعدها بالتحديد. الآن ما هي الفعاليات أو لنقل ما هي التنانين التي سوف تظهر؟ التنين الرئيسي أو تنين الهيروك سوف يكون هو هذا التنين الموجود هنا. بالنسبة لتنين الهيروك صديقي الذي سوف يكون نجم هذه الفعالية هو هذا التنين الذي تشاهدون، هذا من المفترض. طبعا هذه المعلومات التي أطرحها لك صديقي أنا لا أقول أنها صحيحة 100%، هنا أطرح لك ما هو موجود في الموسوعة، قد يكون هذه المعلومات صحيحة وقد تكون معلومة خطأ، يعني أنا أطرح لك ما أجده. عموما هذا التنين الموجود كما تشاهدون هذه رتبته، وبطبيعة الحال ليس بالضرورة أن يكون تنين الهيروك تنين جديد، لأنه بعض الأحيان كانت هنالك تنين هيروك معادة يعني ليست جديدة. هنا صديقي من عناصر هذا التنين سوف يكون لدينا المعدن وكذلك عنصر الحرب وعنصر الرياح وعنصر الطاقة، هذه عناصر التنين. بالنسبة لهذا التنين نقاط ضعف نقطة ضعف واحدة ضد تنانين الرياح، ونقاط ضرر قوية ضد عناصر لنقل الأسطوري الأرض وكذلك الظل وكذلك المعدن وكذلك لنقول الماء، هذه الموجودة هنا. طبعا هذه المعلومات، طبعا هذه المعلومات كلها سوف نخصص لها حلقة خاصة بعد أن يتأكد لنا أن هذا هو تنين الهيروك الذي سوف يظهر في الفعالية القادمة. كذلك صديقي مع تنين الهيروك هذا سوف تستطيع الفوز بهذا التنين الأسطوري، طبعا لمن يحوز على المركز الأول سوف يحوز على التنين لنقل الهيروك الموجود هنا، ومعه تنين أسطوري ومعه تنين ملحمي ومعه تنين غير مشترك، هذه كلها سوف يحصل عليها صاحب المركز الأول. بالنسبة لصاحب المركز الثاني سوف يحصل على هذا وعلى هذا وعلى هذا، المركز الثالث والرابع وغيرهم سوف يحصلون على هذا وعلى هذا، هذه هي التنانين الموجودة في هذه الفعالية. الآن بالنسبة للفات أو لنقول لفات سباق الهيروك، في اللفة الأولى سوف تحصل على 20 جوهرة، في اللفة الثانية سوف تحصل على بيضة للتنين مثل هذا كما تشاهدون، في اللفة الثالثة سوف تحصل على طعام، لفة رابعة صندوق هدايا، لفة خامسة سوف تحصل على تنين آخر، سوف تحصل أيضا على الطعام، 5 من هذه العمولات وكذلك 30 جرعة من هذه العمولة، 15 من جرعات العشيرة، 10 جرعات من بيضة تنين لنقول أسطوري، طعام من الحجم الكبير، وهكذا تستمر في اللفات حتى تصل للفة 15. في اللفة 15 صديقي عندما تلعب في هذه الفعاليات، إذا وصلت صديقي إلى اللفة 15 وكنت أنت الأول على السباق سوف تستطيع الحصول على هذا التنين الهيروك بشكل مضمون، يعني إذا وصلت إلى اللفة 15 وانتهى السباق مهما كان ترتيبك سوف تستطيع الحصول على التنين الهيروك، لكن إذا لم تستطع الوصول إلى اللفة 15 وكنت الأول أنت في سباق الهيروك شرط أن تكون وصلت إلى اللفة 10 سوف تستطيع الحصول على هذا التنين بشكل مضمون. أعيد هذه المعلومة لأنها مهمة، إذا وصلت إلى اللفة 15 سوف تحصل على هذا التنين بشكل مضمون بغض النظر لنقل عن لنقل ترتيبك، يعني بغض النظر عن ترتيبك اللفة 15 تعني تنين الهيروك هذا مضمون. إذا لم تصل إلى اللفة 15 وكنت وصلت إلى اللفة 10 حاول أن تبقى في المركز الأول وسوف تستطيع الحصول على هذا التنين بشكل مضمون. بالنسبة للمهمات هذه من نقول المهمة الأولى سوف يكون فيها إطعام التنانين 4 مرات، المهمة الثانية ولنقول المهمة الثانية في اللفة الأولى سوف يكون مطلوب منك لنقول جمع الذهب
ثم إطعام الثاني ثم تستمر بهذا حتى تستطيع تنفيذ هذه المهمة. طبعا هنالك نصائح وغيرها من هذه الأمور سوف نتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله عندما تبدأ هذه الفعاليات. إذا صديقي هذا هو تيليان ليروك، وهذه لنقول نكون هنا قد أجبنا لنقول عن موعد الفعاليات بالتحديد. وطبعا فعالية اليوروك يتوجب تستعد لها ببعض الجواهر، لأنه بطبيعة الحال فعالية اليوروك صديقي نحتاج فيها إلى جواهر، وأما لنقول ما تستعد به هو هذه الجواهر. حاول جمع تقريبا 150 جوهرة لأنك في جميع الأحوال سوف تحتاجها. فعالية اليوروك لا تستطيع لعبها بدون الجواهر، لهذا حاول دائما جمع بعض الجواهر حتى تستطيع لنقول المشاركة بها في فعالية اليوروك وتسرع فيها، خصوصا في المهمة الأولى. تكون المهمة الأولى سهلة ويتوجب عليك التقدم بها، حتى إذا أصبحت الفعاليات صعبة تستطيع لنقول استخدام الجواهر وبالتالي التقدم بشكل أفضل. لهذا صديقي حاول جمع الجواهر أو بعض الجواهر حتى تستطيع استخدامها. هنا عندما رأيت هذا يتأخر علمت أن هذا الوقت موجود هنا، لكن لا يوجد مشكلة سوف نخرج. كما قلت بعض الجواهر سوف تفيدك. الآن بما أنه تحدثنا عن الفعاليات وحددناها، هنالك بعض لنقول المهمات أو لنقول بعض الفعاليات موجودة هنا تستطيع لنقول لعبها. طبعا هنا تحدد على حسب او على اساس ما تريده. هنا تستطيع الحصول على تلين، هنا طبعا تستطيع الحصول على الثانية، هذه كلها تستطيع الحصول عليها. هذه جوائز. طبعا سبق وشرحنا هذه الفعاليات، فعالية سهلة لا تحتاج منك سوى لنقول بعض التحركات، وتستطيع لنقول تنفيذها بكل سهولة كما تشاهدون. طبعا كلما تقدمت فيها تصبح اصعب بكثير، ولكن في النهاية تستطيع القيام بتنفيذها بهذه الطريقة كما تشاهد هنا. تستطيع الاستمرار في التقدم حتى تستطيع القيام بتنفيذها. طبعا هنا كل حركة محسوبة عليك على حسب لنقول العمولات الموجودة لديك هنا. طيب نختار هذا، طيب نختار هذا حتى نقترب ببعض الموز، وكذلك نلعب بهذا حتى نقترب بهذا. طيب هنا كذا، طيب هكذا حتى نقترب بهذه الطماطمايات هنا، حتى نحاول ملء هذا فقط. طيب هنا، طيب هنا اقتربنا، جيد جيد جيد، إلى الآن الأمور تبدو جيدة. هنا فقط نقرب هذا حتى نستطيع تفجير كل هؤلاء، لاحظ حتى نستطيع ملء هذا. طيب جيد، طبعا تستطيع لنقول كسب العمولات وغيرها من هذه الأمور. طبعا هي تحتاج فقط الى بعض التركيز. وتلقائيا لنقول مع الوقت سوف تستطيع ملئها. طيب جيد، هنا كسبنا اول جائزة. طبعا هنا تستطيع لنقول جمع الموارد بمجرد اكمالها تظهر الجائزة الموالية، لاحظ. طبعا الأمر يحتاج إلى بعض التركيز. تم إنهاء الليفل الأول، انتقلنا للليفل الثاني، وطبعا الحال تم تحديث كل الأشياء الموجودة هنا. نحاول فقط العمل على تقريب هذه الأشياء الموجودة هنا، لاحظ. جيد، طبعا نحاول كسب تنين، هذا التنين الموجود هنا. جيد، طيب نحتاج فقط إلى بعض التركيز
سنحاول القيام بالوصول إليها. طبعا هي لعبة تبقى مسلية. تبقى لنا فقط عدد بسيط حتى نستطيع إكمالها، ولكن العدد محدود الموجود هنا. نحاول التركيز هنا. طيب جيد. هنا كما تلاحظ لا أكملنا لنقول كل التمكمايات، يتبقى لنا فقط بعد الموزات وخلاص انتهينا. حصلنا على عدد طعام لا يساهم به. طيب نحتاج إلى القيام بجمع بعض الموز. يتبقى فقط 5 موزات. الآن موزتين وانتهينا. طيب نحتاج إلى بعض التحركات الذكية حتى لا نستطيع خسارة تقدمنا. خلاص يعتبر فزنا بهذا التنين. لاحظ لاحظ فزنا به. هنا بعد الفوز به يظهر تنين آخر كما تشاهدون. تستطيع لنقل الإكمال بهذه الطريقة حتى الفوز بكل التنين. طيب هنالك فعاليات أخرى موجودة هنا. طبعا هذه الفعالية تستطيع الحصول حتى على تنين الهيروك. إذا تقدمت هنا سوف تجد أنه بيضة لتنين الهيروك. لاحظ إذا ضغطت عليه سوف تجد بيضة لتنين الهيروك هنا. هنا كل هذه تنين الهيروك لديك فرصة للحصول عليها كما تشاهدون. طيب هنا طبعا على حسب الهدف الذي تحدده يمكن لك اللعب. طبعا هنا سوف تستطيع الحصول على بعض الجوائز كما تشاهدون. إما تنين موجود هنا إذا ضرب معك الحظ أو لنقل أحد الجوائز الموجودة هنا. لهذا حاولوا دائما أصدقائي الوصول إلى مثل هذه لنقل الصناديق لأنها تكون ممتازة جدا. طيب طبعا حتى تستطيع الوصول إليه لابد من سلوك الطريق. تستطيع معرفة محتويات لنقل الصندوق فقط بالضغط على هنا ثم الضغط على هذا الزر حتى ترى لنقل محتويات الصناديق. طبعا هنا نقترب من الوصول إلى التنين أو عفوا من الوصول إلى الصندوق. طبعا تحتاج إلى حد كبير جدا حتى تستطيع لنقل الحصول على التنين لأنه غالبا سوف تحصل لنقل على عمولات عادية. لاحظ هنا أول فتح لهذا الصندوق. حصلنا على 300 عملة كما قلت هو نادرا ما تحصل على شيء. طيب وتستطيع فقط التركيز على هذه الصناديق. حتى تقوي حظوظك في الحصول على بعض الأشياء. لاحظ هنا أيضا 300 عملة. هنا بالطريق تستطيع الحصول صديقي على تنين جديدة. على سبيل المثال هذا التنين لقد حصلنا عليه كما تشاهدون. إذا تنين جديد ينضم إلى مجموعتنا تستطيع إما الإكمال إلى هنا على سبيل المثال للحصول على هذا. لاحظ عالم القراصنة. الآن يمكن لي لنقل الإكمال إلى هنا. وطبعا لا تستهين بهذه الموارد التي تستطيع الحصول عليها لأنها تمنحك موارد ممتازة جدا. وطبعا هذه العمولة تستطيع الحصول عليها من تنفيذ المهمات مثل القيام مثلا بجمع الطعام وأشياء أخرى. طبعا تعتبر طريقة ممتازة لجمع الطعام.
هناك كذلك جائزة ونستمر. هنا طبعا نستطيع الحصول على سلم جديد موجود هنا. تستطيع التركيز على أهدافك، إما الوصول إلى تلاعب جديدة أو فتح الصناديق أو غيرها على حسب ما ترى. وطبعا كل خطوة هنا إضافية تزداد لنقل عدد أحجار التخطي المطلوبة. كما تشاهدون أصبحت أعداد الأحجار أكثر. وهنا فزنا صديقي بالتنين الثالث في هذا اليوم. إذا هنا حصلنا على 3 تنانين جديدة دفعة واحدة كما شاهدت فقط في هذه الحلقة. إذا إلى هنا صديقي حلقتنا تصل إلى نهايتها كما شاهدت، وفيها تحدثنا عن موعد فعاليات لنقل الهيروك القادمة. بطبيعة الحال صديقي كلما كنت مستعدا كلما كان ذلك أفضل، وكلما لنقل استطعت اللعب بشكل أقوى وبالتالي استطعت تحقيق لنقول الأهداف التي تلعب من أجلها. أتمنى لكم التوفيق جميعا أصدقائي في الحصول على كل التنانين التي تريدونها. صديقي شكرا جزيلا لك على مشاهدة هذا الفيديو، ونلتقي في حلقة قادمة بحول الله وقوته.